النهارده الزمالك في الدوري المصري الممتاز قدر يفوز على سموحه 3-1. مباراة انتهت في شوطها الأول، في 10 دقايق قدر الزمالك يحسم المباراة، هدف لشيكابالا في الدقيقة 35، وبعدها هدفين لزيزو في الدقيقة 39 و42، يعني احنا بنتكلم تقريبا في 7 دقايق. محمد الصباحي سجل لسموحة في الدقيقة 91 هدف، يعني هدف كده يعني يخرج بيه المباراة بشكل أفضل شوية. الهزيمة بالثلاثية في 7 دقايق قدر يحسم الزمالك المباراة، وكان قبلها كمان ضربة جزاء ضائعة لأحمد مصطفى زيزو اللي كان متألق النهاردة وسجل هدفين. فوز كان محتاجه الزمالك جدا، كان الزمالك في أمس الحاجة لهذا الفوز. النهاردة سموحة كان عنده أخطاء مش طبيعية في الثلاثة أهداف، يعني أخطاء ساذجة جدا دفاعيا، رغم أنه عمل مباراة هجومية منذ الدقيقة الأولى جيدة جدا، حتى في الشوط الثاني حاول أكثر من مرة على مرمى محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك النهاردة في غياب محمد عواد. في كتير تألقوا في هذه المباراة، هكلمكم على اللاعبين اللي تألقوا مع الزمالك في هذه المواجهة. فريرة كمان انتشى بعد هذا الفوز، كان فوز مهم لفريرة شخصيا، المدير الفني الراحل العائد في أيام قليلة جدا كان محتاج هذا الفوز، كان خسر المباراة الماضية بعد العودة أمام شباب بوليسداد على ملعبه وسط جماهيره في المباراة الأولى للزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. فوز هيفرق مع الزمالك جدا في المستقبل القريب، عنده مواجهة مهمة أمام المريخ السوداني يوم الجمعة القادمة، مواجهة تكون في ليبيا، الملعب اللي اختاره المريخ السوداني لإقامة مبارياته، مواجهة مهمة جدا للزمالك جدا، ما عندوش بديل غير الـ3 نقاط. بقول كده عشان حتى لو تعادل أو خسر ده مش معناها أنه هو خرج من السباق في دور المجموعات، بس عشان المهمة صعبة، فرقتين في منتهى القوة معاه في المجموعة تحديدا الترجي وشباب بوليسداد في منتهى القوة. المريخ أيضا على فكرة فريق مش هين، يعني فريق مش هين يصارع في الدوري السوداني وينافس بشكل قوي جدا في الدوري السوداني، وبالتالي مباراة اليوم للزمالك كانت مهمة جدا جدا الفوز فيها عشان الفريق يفوق بسبب النتائج السلبية في الدوري أو النتائج السلبية أفريقيا مع مشاكل لاعبين وجهاز فني وخلافه، أمور كثيرة جدا، الأمور كانت متلخبطة والجو متوتر جدا، فالتوتر ده يحله أو يحل جزء كبير منه فوز زي الفوز النهارده.